للمتابعة سأتلو ما تيسر من سورة إبراهيم صفحة 259. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم
وآتاكم من كل ما more.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إنا
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.